إليكم مشاهدينا الكرام لإكمال محاور هذه الحلقة المميزة من يوم جديد، ونتحدث الآن مع الأستاذ أحمد ولي المقري، مفتش بالمفتشية العامة للتهذيب وخبير دولي في مجال التربية وطرق التدريس. أهلا بك. مرحبا. شرفتنا أستاذ. موضوعنا هو دور المدرسة بربط التلميذ بماضيه. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع فقط قبيل الاستقلال دائما؟ شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. أشكر التلفزة موريتانيا على الاهتمام لإعطائها هامش ليعبر المربون عن دورهم المحوري في تنمية المجتمع وفي تطويره. هذه بادرة تشكر. كما أهنئ نفسي أولا وأهنئ الشعب الموريتاني على هذه الذكرى التي تسطر 55 سنة من عمره حرا مستقلا يسير نفسه بنفسه. ردا على سؤالكم، أريد أن أطرح عليكم سؤالا. إحنا بعد ما نطرح الأسئلة أصلا، ما هو دور المدرسة؟ ماذا تعرفون من أدوار المدرسة وأنتم نخبة؟ أجيبونا على هذا السؤال. سنوجه إليك. أنا أطرح سؤالا منهجيا. أريد فقط أن تفكروا عن الأشياء التي ستفكرون فيها. كم تساوي من دور المدرسة الذي سأتحدث؟ ستبقى ناقصة. نعم. فرؤية المجتمع الموريتاني نخبة وعامة عن دور المدرسة برأيي الشخصي، وليس في موريتانيا فقط بل في المجتمع العربي كله العالم الثالث، رؤية المجتمع للمدرسة ودورها هو سبب أساسي من أسباب عدم تطور المجتمعات أو ضعف تطور أو ماذا تعنون دور المدرسة ضعف وتيرة التطور؟ المدرسة ما الذي تعنونه بهذا الحديث؟ هل للمجتمع دور سلبي في إعطاء المدرسة القيمة اللي لا 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 لا, 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 لا يعني هذه الناحية السطحية من 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 من, من, الموضوع. من الموضوع، لكن أنا أرى أن المجتمع توقعات المجتمع من المدرسة توقعات المجتمع من المدرسة هي توقعات المجتمعات البدائية. فلو سألتكم الآن عن دور المدرسة سيصرف ذهنكم جميعا وذهن المجتمع وذهن النخبة السياسية والنخبة الاجتماعية إلى دور واحد، هو نقل المعارف، أليس كذلك؟ نقل المعارف ما هو هدف جامع قاع؟ ما برأيكم على بالعكس هدف؟ بالعكس تماما نقل المعارف هو وسيلة من وسائل المدرسة. نعم. وسيلة واحدة من وسائل المدرسة التي تستخدمها من أجل أداء وظائفها مجتمعتها. نعم نرحب بكم مجددا في فقرة التربية. نعم. وهي الفقرة الخاصة من هذا البرنامج. نعم. للحديث عن أدوار التربية المختلفة. نعم. ولكن أنا أخصص اليوم لدور هذه التربية، تربية. نعم. النشأ. نعم. بالارتباط بقيم الجمهورية. نعم هذا سيكون هو الموضوع. والمقاومة. نعم هذا هو الموضوع سيكون الموضوع، لكن أنا قدمت. نعم. قدمت بهذا فقط لأوضح أن دور المدرسة في ربط الناشئة برموزها الوطنية وبقيمها الاجتماعية وبوحدتها الجغرافية، وحدة المجتمع جغرافيا، وحدة ترابية، ووحدته عالميا. نعم. وحدته مع الإنسانية كمكون من مكونات الإنسانية. نعم. كل هذه هي داخلة في وظائف المدرسة ولا تساوي منها إلا القليل. وإذا أردنا أن نتحدث عن المسألة من الناحية السطحية وليس من الناحية الجوهرية، سنتحدث مثلا عن الأشياء العامة التي ينبغي أن تتوفر في المدرسة لكي تكون رابطة العامل ربط وعامل ربط بين المتعلم والمربى ورموزه الوطنية. ما هي هذه الأشياء؟ نعم هذه الأشياء أولا هي رمزية المدرسة. على سبيل المثال
نحن الآن في يوم عيد الاستقلال الوطني رمزية وبالأحرى بالأحرى قدسية قدسية. نعم. لم نتحدث قط ولم نأخذ يوم من الأيام علم من الوطني ونشره في 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 كل مكان لأن نراه ما شاء الله في كل مكان. في الواقع طبعا هذا لا نهتم بهذه الرموز إلا فترة الاستقلال. نعم طبعا هذا يوم احتفال وطبعا ينبغي أن نزيد من هذه الأشياء ولكن ينبغي أيضا أن تبقى موجودة في كل الأيام. نعم. ولكن أيضا علينا أن نعرف أن تعليق العلم والنظر إلى العلم وتكريره وترديده النشيد الوطني هذه سلوكات خارجية مظاهر ولكن ما هي السلوكات الباطنية؟ نعم. دور المدرسة هي تكون السلوك الباطني. نعم. دور السلوك الباطني اللي تصدر عن السلوكات الظاهرية ربط هذا السلوك الباطني. الأستاذ لو تكرمتم في تبسيط لغتكم الأكاديمية لو ياك أشياءكم أتكلم بالحسانية والله أتكلم بالحسانية ولكن أنا أتكلم أستاذ ياك تعود الفقرة ياك تعود الفقرة ما في مشكلة ياك تعود الفقرة مسلم واللي والله هي توصل زادية فكرة كل مصرية لا بالحسانية أنا اللي نقول فقط من دور الناس تخرص أنا سمعت أنا الوسائل نقول لك ذبي اللي كنت نصنت الإعلام ذولية وسمعت الحديث عن المقاومة وسمعت الحديث عن الاستقلال من نفسه وسمعت ربطنا الاستقلال للأسف بالأشخاص وربطنا المقاومة بأشخاص وذا في الحقيقة يقزم القيمة الكبرى للوطن لأن كل شيء يتعلق بالشخص تعتريه الأشياء ما خارج شخص كامل ما خارج شخص بينما القيمة كاملة بينما القيمة اللي انت حدث معناه أنتم مفهوم الاستقلال ومفهوم المواطنة عندكم أشمل وأوسع شنية الأساسيات ينبني عليها دراسة النشأ لهذه المفاهيم كيف مفاهيم الاستقلال مفاهيم المواطنة وغيرها بالضبط أولا نعود إحنا فهي المدرسة هذه ليست هي المدرسة الوحيدة في الحياة المدرسة اللي فيها التربية المقصودة هي جزء من مجموعة من المدارس هي المشكلة لمدرسة الحياة تعرف عنا نقول إن الحياة مدرسة مدرسة نعم ونقول إن المدرسة هي الحياة المتقابلين المفهومين من هم الفاعلين الأساسيين في تحقيق شين قالوا هذه حين شوي نقول الفكرة أنا مهم عندي التنوير مهم عندي تأطير الأمور وليس هل أنا أراك نقدر نهار كامل نتكلم لكم عن العلم الوطني ويالله يدرس مدرسة وعلق فيها ويالله يقفوا التلاميذ ويقولوا نشد الوطني نقدر نقول ونقدموا في به البرنامج غير أنا نختار لله نقول يعود مفتاح لذاك الأخر معناها السلوك الباطني هو الأساسي المدرسة مؤسسة ينشئها المجتمع وهذا نختار ينفهم معناها ما هي إنتاج حكومة معينة ولا نظام معين ولا هي مرتبطة بنظام معين والمدرسة في زمن الاستقلال وزمن الاستعمار والمدرسة اليوم مؤسسة اجتماعية الهدف منها هو نسخ إخراج نسخة اجتماعية مثالية جميل مثالية شنو معناها مثالية تحت خط مثالية معناها تحقق الأهداف الكبرى للمجتمع تنقل الثقافة الحضارة القيم مغربلة بين المدرسة هي الغربال وإلا احنا ننتمو ما عندنا مدرسة لا ينتمو ينتقل القيم وتم تنتقل الحضارة وتم تنتقل الثقافة ولكنها تنتقل مشوشة تنتقل فيها السرقة وفيها الكذب وفيها التعدال وفيها العلم وفيها الجهل أستاذ مفهوم. هذا الشخص اللي المدرسة ما هي المدرسة ما هي ناقلة للمعارف آليات المدرسة ليست فقط ناقلة للمعارف آليات إخراج هذا النموذج المدرسة الموريتانية آلياته عن رقاش يقرأ آلياته عن حد يقري الناس اللي لا يتعود تقري المدارس ويقري الناس اللي لا يتعود تدير المدارس ويقري الناس اللي لا يتعود تبيلوت اللي هي تشرف تشرف على المدارس هذا كامل ينقالوا الإدارة المدرسية من عند رئاسة الجمهورية إلين الدرس اللي قدم المعلم هاي مسطرة ينقالها مسطرة الإدارة المدرسية وينبغي أن تكون منقات من أجل أن تقوم المدرسة بوظائفها لا أصلا تكلم لكم على وظائف المدرسة اللي من هذا اللي كنتوا تقولوا لا تنفقوا به اللي هذا
ما يقيس حد لا ما يقيس حد وفتك قلت لكم المره الماضيه يغير هو الاساس. احنا نفقوا لا اله فراق الوقت ما قلتونا ما قلت لكم الشكلي انتم تختاروا الوقت عند ذاك الشكلي طولوا قبيل الوقت انا نقدر نجيكم الشكلي وما عنده مشكله بين وابسط اللي في ذا لكن هذا النظري هو الاول لا يقيس المدرسه. المهم عن المدرسه عنها فيها نقل معارف ولكن نقل المعارف لا يعني ابدا اننا تقيدنا بشيء لان كيف قلت لكم هون مره ماضيه المعارف هي محايده. انت تقرا عن الخمر انه متكون من كذا متكون من كذا ومتكون من كذا عناصر المكونه غير لا يعني انك لا تشربه ولا ما تشربه. انت لا تشربه ولا ما تشربه منين يحبب اليك لا تشربه ومنين تكره فيه لا تتركه. وهكذا الوطن وهكذا القيم وهكذا الثقافه وهكذا الحضاره. وبالتالي المدرسه عندها اليات لتثبيت وربط الناشئه بالقيم. وهذه لابد من الناس اللي يقعدوا يحسوا بها. الناس تلاحظ عن هذه القيم وحتى هذه اللي سميتوها انتم مظاهر كيف النشيد الوطني سلوك ظاهري النشيد الوطني والوقوف للعلم وغيره هذه حتى هذه العلاقة التي أصبحت في تراجع الآن في المدرسة. إلى ماذا تعزون هذا التراجع وما هو البديل؟ أنا أولا ما أنا موافق عنها عادت في تراجع بيدي. أنا قريت في المدرسة الابتدائية قبل 35 سنة المدرسة الابتدائية والله المدرسة اللي نتكلموا عنها هون ما تنقال المدرسة الابتدائية المدرسة تنقال المدرسة الروضة والمدرسة الابتدائية والثانوية والجامعة هو اللي قال المدرسة. المدرسة في زمني أنا اللي كنت نقرا فيه ما قد شفت عالم ما هم قدام وأصحابي اللي قرأوا في زمني كامل ما قد شافوا عالم ما هم قدام ولكننا كنا مرتبطين جدا بثقافة المجتمع وبسياسة حتى سياسة المجتمع. تعرفوا عنا كنا ذيك الساعة في الإعدادية والثانوية نزوروا ونضربوا على سبب قضية سياسية ايات عود وطنية وايات عود قومية ايات عود قومية وايات عود وطنية. هي قانون ما تقدر تقارنوا اجيال سابقة بالجيل الجديد اللي منفتح على العالم ويكتسب ثقافات اخرى وعنده قاع يحاول قاع يخلق نفسه هوية قاع ما هوية مرتبطة بالعولمة اللي هوية قاع مهزوزية من نفسه ذاك صحيح يغير سيفتي لما وقع الجيل اللي قايسانة عن الرموز اظهارها مثل التعليق العلم وقرايه ترك النشيد الوطني. احنا ما كنا نقرا نقراو النشيد الوطني مع الصباح كنا نجو نجراو ونبعدو القراي واقف عند الدبوس كسر اماركم انتم مالكم ما تجرب اجلو ونجرب داخلين تعاب وكلنا واقفه نفسه ويبدا الدرس. هذا ما هو مثالي ابدا غير ديك الساعه البيئه غير معقده كيف قلتي ديك الساعه غير معقده لا منافس ايضا نعم وبالتالي احنا ديك الساعه كنا عندنا هو مدارس دكتور كنا عندنا مدارس موازيه تعلمنا الارتباط بال الان المشكله انتم في تلك الفتره عندكم مدارس موازيه ترسخ فيكم القيم الان وهذا خطير جدا النشء الحالي لديه هويات اخرى تنازعه في هويته بالضبط وحتى حتى الوقت للوالدين والمتاح كان اصلا واضح من المدارس ما تلخالف شوف اختفت شوف اللي خلقوه اللي خلقوه في زمن احنا مثلا في السبعينات وفي بدايه الثمانينات كانت خالقه نصرح بها احنا ما عندنا شجاعه كانوا خالقين حركات سياسيه سريه سريه لماذا؟ لان ما مسموح لها بالظهور وهي الحركات السياسيه كانت تتكون الناشئه لا الشاشره الشباب وتعدد لهم تكوينات علميه وتربويه وزينه ومضبوطه وكانت تربطهم فكر لا تقعد ما هي مثاليه وتقعد ما هي قاع وطنيه وتقعد وطنيه على كل حال حسب ما نتحدث عن التفاصيل على كل حال هي كانت مدرسه موازيه وكانت المدرسه هيك ساعه متخليه عن دورها عندها لا الدور المعرفي لا تحصل لنا المعارف ولكن نظرا لعدم تعقد البيئه كنا ناخذ بقيه دور المدرسه نقبلوها من 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 ذيك الحركات. اليوم اختفت هاي الحركات وخلقت حركات اخرى من هذا اللي قلت الانترنت ومنها كذا ومنها كذا وعاده المدرسه ما زالت لا عندها نفس الدور ما زال لا لقى رايك الساعه اللي يوقف عدل كان عدل ما زال يعدل اليوم. والمناهج شخلق ما يعني المناهج؟ حنين شوي شخلق تعقدت البيئه وعاد دور المدرسه امتل اكثر ضروريه اكثر ديك الساعه ما كان ضروري جدا على المدرسه تعود متابعه وتعود مثاليه ولك ما زالت المدرسه لا بصفتها ديك الساعه ولكن تعاظمت المسؤوليه نعم تعاظمت المسؤوليه وبما تتوح شخلك ما قد زدنا في تحديد اهدافنا الكبرى واغراضنا اياك نعرفوا احنا هويتنا شنو الهويه اللي ندور منها ومن درشين القيم اللي ندور نرسخوا احنا اليوم المقاومه ما انا متوافقين عليه واحدين يقولوا عنا قاع ما قد تقاومنا
ما لكم تعرفون. واحدين يقولوا المقاومة قاسية، معناها طارحين أسئلة، طبعا طارحين أسئلة لكل شيء. لماذا؟ لأن المجتمع اليوم بحاجة لأن نحدد الهوية، نقعد ونجمع ونشد أخبار المقاومة اللي نتوافقوا عنها كانت خالقة نتوافقوا عليها، اللي نتوافقوا عنها ما كانت خالقة نتوافقوا عليها، اللي نتوافقوا عنها خلقت مجال معين ومجال ما خلقت فيه ده كامل يوافق عليه، وما خلق شيء ما يوافق عليه. منين الصيفوت يوافق عليه؟ يعود عادي قد يعد المنهاج للناشئة نكون عليه الناس. احنا ما نقدر نكون الناس الشيء ما نتوافقين له. لكن الان خارج الصير المتوافقين لي. نعم. خارج الصير المتوافقين لي استاذ احمد اللي هو الاستقلال. استاذ احمد، جه حدود المتاح الان. أيوة. نحن لدينا منهج تربوي فيه جزء مخصص وهام جدا ما يتعلق بالمقاومه والاستقلال والرموز الوطني الى غير ذلك. كيف نطبق هذا المنهج وهو توافقي على كل حال؟ نعم. توافقي. توافقي على الاقل يعني وضعته دوله على الاقل يدرس غير هو يدرس غير مدرك موافق عليه والله. ولكن مرحله التوافق يا استاذ الكريم هي مرحله، ما دركم تجاوبوا علي، مرحله دركم تخموا فيه. لا استاذ الكريم، انا نريد ان ابين انه حتى التوافق والنقاش الدائر على صفحات الفيسبوك وغيرها لا دخل للنشء والتلميذ الصغير في المدارس، لا دخل له بها، وقد لا يستوعب قاع احيانا. انا ماليش ما هو يعني فهمتوا من كلامي ده، ما هو عن ايه؟ انا عن ايه؟ المجتمع تنقال للسلطات العليا والنخبة وتوخذ على المجتمع كامل وتقول راهي موريتانيا هذه دولة كذا وهويتها كذا مقاومتها خلقت في الزمن الفلاني. وذا منين نقول انا قاعد انا رئيس والله والله وزراء ونقعد ونقول عن مقاومه خلقت في الزمن الفلاني وراكم فار عليكم كامل تعرفوا عن المقاومه خالقه، احنا نسمعوا لكم بكم اللي انتم الشيوخ يا غير من درك هذا هو اعتقادنا والله ما هو اعتقادنا ومن درك كان يلا يقرب الولاد اللي عندنا ما نبغوه يقرب الولادنا. المهم قاعد المهم فيها لا احد اشارته اشاره عن يلا نتوافقوا على المجتمع لابد ان يتفق باش تخرج المدرسه الحقيقيه يتوافق المجتمع على هوية لا هي قط لا هي يكون عليها الناشئة وقيم لا يكون عليها الناشئة متفق عليها متفق. هناك الاستقلال واحدين من يقولوا عنه استقلال استزعنا استقلالنا، واحدين يقولوا احنا استقلالنا قاعد لا عطالنا ولا استقلينا قاعد 1960 بين اللي يكسى بقات من فرما ما وامت وبقى كذا وبقى كذا كامل حقيقي كامل. لكن اللي يقول ذاك الزر واللي يقول ذاك الزر كله فيه نسبة من الحق غير مدة صح مدة صح ما تقرأ سجالات الباحثين وذيك الأمور خلونا مرتبطين بالمدرسة المدرسة من وجودكم أنتم هنا. المدرسة مطلوب منها تكوين شخص منفتح للآخر منفتح للثقافات الأخرى، في نفس الوقت مطلوب بشكل عام بشكل عام هذا يحدد يحدد المجتمع. احنا عندنا أهداف معينة إعداد مواطن موريتاني خالق له خالق له خالق له من ترى كانت تعرف ذي الهدف يا قرحانينا. نحن علاش ندرس ثقافات الناس الآخرين اللي كان نخلقوا مواطن منفتح على الآخر؟ يقال في نفس الوقت نحن مولي ندور مولي نخلقوا شخص مدرك الهويته مدرك ثقافته مدرك القيم. هذه المهمة ما لكم شايفينها على أنها صعبة على أنها توكل للمدرسة على أنها تنحالها المسؤولية هي وحدها الأداء ذي المهمة؟ والله هذا مهم وحقيقي اللي قلت انت منه شيء اللي قلت انت جزء من مستويات الاهداف اللي نقول لهم احنا الاهداف الاهداف ذلك تربويه تعدل عند القمه وتقبلها وزاره التهذيب وتعدلها اهداف وسيطه اهداف كبرى وتعقب ذيك الاهداف الوسيطه تعدل منها اهداف عامه في كل ماده دراسيه وذيك الاهداف العامه يعدل منها اهداف خاصه وذيك الاهداف الخاصه يعدل منها اهداف اجرائيه هم اللي يعدلوا لكل درس. معناها أن كل درس يخدم لك الهدف الكبير اللي هو إعداد مواطن موريتاني. هذا هو يا الله راني ماني داخلكم في التفاصيل خلص انتم اللي كان لك هو الخالق ولا ما هو الخالق. أنا نختاركم تعرفوا أنا من أجل الربط اللي لهم نقوله هو الأساسي عندنا قاع موضوعنا من أجل أن نربط الناشئة بقيمها وبمقدساتها اللي هي مقدساتها الإسلامية وبرموزها الوطنية اللي جامعتها احنا هذا العالم ضارك للعلم احترامه وكبره عند رجال معناه شنو؟ معناها عنه من يجبر مواطن موريتاني من أي نوع ومن أي صنف ومن أي سن ومن أي جنس وفي أي مكان من العالم عنه يحس عنه وجد نفسه يحس في ذاك الشخص عنه وجد نفسه من دراي كان داخلك والله ما خلقه من دراي كان نقدر نعدله والله ما نقدر نعدله نعم نقدر نعدله نقدر نعدله باش بإرساء منومة تربوية قادرة على تحقيق هذا
ونكونها ونعدها من أجل أن تكون قابلة للقيام بهذا الدور. أحمد شوقي إيش قال؟ قال المدرسة. ما قال المدرسة تعدل كذا وكذا. إذا أعددتها حتى المدرسة مدرسة إذا أعددتها. المدرسة مدرسة لكن إذا أعددتها. إحنا نقدر نعطى أعمارنا عندنا مدارس ويقروا ذا كامل غير ما يعدلوا الشمن ذي الوظائف. عدل وظيفة نقل المعارف المحايدة وقدر قاش عالم ويعرف الرياضيات غير ما عنده ارتباط بوطن وذا هو اللي خالق ذلك. ذو المشاكل الإرهاب في العالم وذو البنات كامل وتطرف شنو سبه من ترى كان ما قرأوا يقودهم الفوقانيين نقسامهم يغير المعلومات اللي قرأوا ما هي رابطتهم بشي ما هي رابطتهم بالمجتمع مجرد ولا هي رابطتهم بدولة معينة ولا حتى ما هي رابطتهم بالإنسانية بهم اللي يقوموا وعدين بده يقتلوه فيها وفيها أخوتهم وفيها يقتلوه بواحد منهم مفهوم هو لا يقتل لماذا لأنه عنده معلومات محايدة يا الله نعرفه عن المدارس هي اللي عن طريقها يعدل الرؤساء وهي اللي عن طريقها يعدل الوزراء وهي اللي عندها عن طريقها يعدل باطن الناس العادية المهندسين وذا كامل واللي لا يربطهم اللي بمجتمعهم واللي لا يربطهم بالعالم واللي لا يربطهم برموز الوطنية الرموز الوطنية وراه الارتباط بالرموز الوطنية الارتباط الباطني بها هو مظهر من مظاهر التحضر والتحضر ما هي كلمة بسيطة حد متحضر معناها أنه تكون عنده ضابط سلوك ضابط سلوك وجداني وراه يوسر من المرأة ضابط سلوك وجداني يجعله في أي وقت وفي أي ساعة وعقاب الليل ومعصبه يعود دائما يحس بمن هو يحس بأنه هو شنو دوره في الحياة وشنو دوره في المجتمع راشين عن موضوعاتنا التربوية يديروا هذا في الحسبان ولا يتموا يحلوا في المنهاج الشكلي عن المنهاج الخفي اللي هو اللي حقق هذا المنهاج الخفي يا أستاذ حدثونا عن أهم معالم المنهاج الخفي أو ما تسميته الربط السلوكي الباطني كيف ما هي معالم هذا المنهاج وأنتم لديكم أيضا مفهوم أن المدرسة ليست هي المدرسة الابتدائية التي تتبادر إلى ذهن وإنما هي في كافة مراحل التعليم وصولا إلى الجامعة صح. أهم معالم هذا المنهاج معناها عن أستاذ الجامعي نعم وقراي الروضة يلا كل واحد منهم من يعود له يطبق منهاجه اللي عنده يعود داير في الحسبان يكخفي معناها داير في الحسبان عنه ذا اللي درس عنه فيه شيء منهاج شكلي معارف لا يتنتقل يغير ما اللي فيه خبرات لا تعتمد عليك المعارف وفيه مواقف تغيير مواقف معناها انك ما تقبل تجي وتلامد وتعتمد عليهم كامل نهار كامل ويملاوا مذكره والله يملاوا كرن من اللي كتبوا وتموا تقلبي ماشيين كيف اللي عندهم ومنهج الكفايات هذا رموا منهج الكفايات هذا رموا كافي في هذا المجال استاذ عبد تو نتكلموا عنه ما راه يعني كافي اللي نقول لك انا الاشارات اللي نقول لك الهدف منها عن الناس تحس عنها يلا تقرا وعن التربيه روايه تنقرا وعنها ما هي روايه ما هو بلد الكلام عنها انا نقولها لك من دور مني يسمعها رجال مني يسمع لي منهاج الخفي يمشي لو ودرو لا يراه في الكتب ولا يراه في يغير لا بد ما اعرف المنهاج الخفي شنو انا ما قد عود قراي والله استاذ والله روايه كبيره والله مدير وانا ما نعرف الفرق بين المنهاج الشكلي والمنهاج الخفي تو ما منكم مطلوب انكم تعرفوا ذا تو مطلوب منكم الاذاره من اجل عن المجتمع يوعى انتم راكم نقول لكم انا ندور نواعي بير المجتمع ولو هدفكم انتم القرايه الصم هذا بلد بالحديث عن المجتمع نحن دائما نطرح ياسر من المسؤوليه على المدارس ونطالبها بياسر من الامور على انها تعدلها كيف قيم المواطنه قيم المسؤوليه قيم الالتزام بالرفع من الوطن في نفس الوقت لين يخرج التلميذ خارج اطار مدرسته يصطدم سلوكيات ما لها علاقه قاع بالمواطنه قاع ككل من درايه كانوا على انه شين قالوا لك مدرستكم انتم مدرسه الحياه لك مدرستكم انتم الاعلام انتم الاعلام من اساتذه المدرسه شتي ولا هي المدرسه ما توفى البيت والناس اللي في المبدية وهل الشارع وده مدرستهم توما طبعا ما كم كيف المدرسة اللي التربية المقصودة بها لا ينقال رجاج انت تدخل في القسم وانتوما كلامكم ما لا ينقال رجاج وايلا افتح التلفزة اسمع كلام ذو الخلطة يغير ذاك اللي تقوله كامل الهدف منه عن المجتمع يستنير عنه يوعى يسوى ذاك الأم منه وسوى ذاك العالم منه ذاك هو دوركم هو مساعدتكم توما للمدرسة ويالتكم دائما زي انتوما تعودوا دائما في المنهاج الخفي عنكم عنصر من هذه العناصر يغير الصق عيه ما يقوم المعلم بدوره
وأيتم أنتم ما تقوموا بدوركم، وأيتم ما بيكم قلت بيكم كره، ما بيكم كره القيام بدوركم، هو ما بيقيم، هو بيكم اللي ذي قيمة الثقافة، إحنا ما هي عندنا. وإذا الثقافة منين تتندار؟ تقد تندار موريتاني بالدول الوحيدة في العالم اللي ما فيها كلية للتربية. أراهي الجامعة عدالها 82 مديور فيها عن يلا تعد فيها كلية للتربية. لماذا ما خلقت؟ المجمع العلمي هذا اللي كيف معدل الوزارة، وزارة التعليم العالي اليوم. المضحك فيه عنه مجلس للتعليم العالي ما فيه واحد من أساتذة التربية. ولا فيه عميد الكلية التربية به ما يخلق. قد يعود الغياب التخصصات أو شيء. ما هو غياب التخصصات؟ إحنا إن قالت لنا عدل الكليات، حد عدل الكلية للطبية، لا عدل الكلية التربية بين سابقة الطب يقرب التربية، طب من نفسه يقرب التربية. يا غير إحنا يكسع ما قام واضح إن وعادة يكسع هون مؤسسات رجال باو عنده خايفين تخسر مؤسسات. استغفر الله عفى الله عما سلف. يا غير ما يبقى حدوث إصلاحات خلطة حنين خلطة يلا نعدل موريتاني حق عندنا ونخلوا عن القضايا الشخصية. احنا اليوم في موريتاني وهذا موضوع تربوي. احنا اليوم في موريتاني اللي واحد مني قري يستحضر خلفية خرقاء، ما هي خلفية تدين، ما هي خلفية المجتمع. من رأي كان كل واحد من يدخل القسم، والله من يدخل الشارع، والله من يدخل التلفزيون يهتم بعنه يدير لبناء في بناء المجتمع. انا اللي اتلهى رتله اللي 35 سنه بالخدمه الشك عن هذا هو الخارج، وارجو عنه هو الخارج، لان ما فينا حد قد يعيش ما هو بهذا. استاذ ثلاثيه البيت والمدرسه والاعلام كيف لحكم قلت لكم تتكلم عن نظرك كيف مجتمعه كيف المدرسه ليست فقط المدرسه المقصوده. المدرسه هي مدرسه الحياه اللي تبدا كيف قلت لكم من الأسرة والتنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية شريكة فيها الأسرة وشريكة فيها المدرسة بكل أبعادها من عند الروضة إلى الجامعة، غير هم اللي كاملين. مثلا الأسرة اللي كونها منهم، الأسرة اللي كونها المجتمع المدني والإعلام تتكون من خلال هذا بين اللي هي ما هي قاعدة تقرأ، هي تقرأ من خلال تلفزة تفتح وتعرفوا عنا من يخلق مرض، عن انواعه وتوعوا انتم حوله وتعطوا توعيه مهم، لان هذا يكون الناس اللي ما هي مستعده للتكون. لا يفتح واحد التلفزيون يسمعكم انتم قلتوا فكره يقطعوا جزء من التكوين، وبالتالي انتم شريك، انتم تقروا. استاذ احمد المقاري، مفتش بالمفتشية العامة للتعليم وخبير دولي في التربيه وطب التدريس، شكرا على وجودكم معنا. شكرا على الاثاره وعيد عيد استقلال مجيد. انتم مشاهدينا الكرام اشكركم على المتابعه وعيد استقلال مجيد وجمعه مباركه والسلام عليكم.